بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الاعزاء جمهورنا الكريم حضورنا المميز التواصل جاري هنا مع هذا الانطلاق الجميل ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوه المشاركين شوطنا التاسع هنا مع الابكار الجميلات وهنا الدرعيه علي بن سيف في المركز الاول هنا اغادير لعيسى مبارك سعيد مرخان لكتبي نقلتنا على المركز الثاني مياسه خليفه بن سعيد بن عبيد الحميري وهناك الفاتني مع بن عبيد بن خليفه بالساحر ثالث المراكز بينما اللي في المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك شعار رابع المراكز النقلة على الزود محمد بن علي بن علوان هكذا مستمعينا الأعزاء كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام ما شاء الله يا غادير تبغي تغادر مع الناموس ومع بن مرخان عيسى بن مبارك بن سعيد مرخان الكتبي بينما من في المركز الثاني المركز الثاني من تأتي في هذه اللحظات مياسة هناك لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري والزود مع محمد بن علي بن علوان ثالثا بينما اللي في المركز الرابع وسام خلفان بن محمد بن خلفان السويدي بينما اللي في المركز الخامس هناك الشب سعيد محمد سعيد المري هكذا مستمعينا الاعزاء كانت النتيجه للمراكز ذعناها عليك أغادير اغادير اللي مسيطره على المركز الاول والصامده على المقدمه وعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان من يسيطر مع غادير الزود تاتي ثانيا محمد بن علي بن علوان الاكتبي ما شاء الله بينما اللي في المركز الثالث هناك هناك وسام خلفان بن محمد بن خلفان السويدي وفي المركز الرابع من تاتي في هذه اللحظات هناك الفاتنه يمع بن عبيد يمع بن عبيد بالساحر ولكن خلوني مع غادير خلوني مع غادير بن مرخان غادر يا السلام بنقو سلام بنقول سلام سلام يا بن مرخان على هذا الانجاز وعلى هذا الناموس تهانينا عيسى من مبارك من عيسى عيسى بن مبارك من سيد مرخان المركز الثاني سيد خلفان محمد خلفان السويدي المركز الثالث محمد بن علي بن علوان من عني مع بن عبيد خليفه بالساحر وفي المركز الخامس المركز الخامس شعار المري سعيد محمد سعيد المري هكذا كانت هي النتيجه للمراكز ذعناها عليكم بالفواء التمام توقيت الزمن دقيقتين 18 ثانيه و4 اجزاء الثانيه تهانينا والنموش